نعم لا لا انا بس بال 465 لمين هيدي؟ هي الغصينه. اه ما كيف عرفتني صباح؟ قالت لي مش حرام تجي على امريكا انت عندك كل الالحان؟ صوري اللي بدك اياه هلا تاخذي لي الصوره كمان. عم بدق كيف تعرفت على صباح؟ بس وطيه شوي تاسمع صوتك. بس هي على حدا صوتها فيروزي. ايه خبرنا كيف تعرفت على صباح؟ فهمت فيه هلا. تفضلي تفضلي. صباح جينا نحن انا كنت اشتغل بالمكسيك. ايه كنت بمطعم اسمه ادونيس. صاحب المطعم رفعت ابراهيم جاي صباح لتشتغل عندنا جمعتين ثلاث ايام بثلاث ايام وعرس كان في عندنا عرس كمان. فقال لها مين جاي معك؟ قالت له عبود عبد العال. بس قالت له في شيء موسيقية قوية؟ قال لها عندنا وليد شاكر. قالت له دخيلك وعيره دغري وين من جاي ما يا من لبنان يا من المهم جابت عبود واجوا. هي اي سنة تقريبا؟ هيدي بال 85 85 او 86. عندنا كثير شغلات بدنا نحكيها. فلما اجت يا حبيبة القلب شاربة قهوة انت؟ هلا بدنا انا ما بدخن ولا بشرب قهوة كمان. يعني بدك توفر علينا قصدي هيك ثاقبت. جينا يوم اللي صارت الهزه بمكسيكو صارت 7:30 الصبح. صباح اجيت بعد الظهر عشيه. فجاي مع عبود عبد العال وانا فرقتي معي طبعا قانون ومعي ايقاع وانا على العود يعني فرقه تحت. بس طبعا عبود اللي معه عبود عبد العال يعني ما بيعود يسال ويعتلهم. فنشكر الله لما اجوا استقبلناهم ورحنا على المطار وهيدا ومن هونيك بقى بلشنا. اول مره كنت بشوف صباح شخصي وبتعرف عليها وقديه لحنت بلبنان ما اجاني الحظ اني اشوفها فظاع لاني فليت بكير على امريكا بالسبعين 71. كيف لقيتها لصباح اول ما شفتها؟ بتاخذ العقل. عم بقول لك شو هالانسانه، انسانه بكل معنى الكلمه وفنانه لا توصف لا توصف. اول احتكاك اجت عشيه سمعتني قالت لي وليد سمعني اول همسه، ليش عم سمعك اياها؟ صحيح قلت لك صوتك بيشبه فريد. تسلمي. واللحن كمان هيك قريب من بعضه. ايه وبلشت وهن عم يتسموا علينا، نحن بتعرفي كنت غني لانا ل 12 وتطلع سبوحه بعد 12 هي عبود وينضموا النا فرقتي. ايه فقعدت تسمعنا انا مثل يعني كانه يعني عندي فرحه ما لا توصف. لانه سبوحه كمان لا توصف. قد مانا انسان وشوفيها لما تقعد بدها تاكل هيك لحال تقول لي وليد اقعد معي اقعد معي بدنا نتروق ما بدخيلك بلا ما نقعد معي اقعد معي هون نتحدث وتصير تسالني كيف عينك يا عمي شو عرفها بالخبريات كلها. لانه سجلت اغاني انشهرت كثير. دينا على الاوتيل اخر الليل بعد الحفله قد ما مبسوطه الحفله قالت لي شالت فتحه جزدينا عم شوف شو بدها تعمل شالت ورقه وبلشت تقري لي غنيه بالاسانسور. شوفي شو هو. قالت لي هاي الغنيه الباب مسكر مش مفتوح اجري واجرك لوحدك ما بخليك تروح اجري واجرك. حلوه. الباب مسكر مش مفتوح اجري واجرك وحدك ما بخليك تروح اجري واجرك. قلت لها اياها انا بالاسانسير مش قادر تكفيها. هلا هاي الغنيه وين صارت؟ هاي مش راح نكفيها بتعرفي احلى ما حدا ياخذها كانوا يسجلوها. بعدها موجوده باسم صباح حي بالدفتر. هي ما غنتها يعني؟ لا
مع عادة ولا غنتها ب لك شو صار؟ ما هي رجعت تعرفت بعد مدة، يعني أنا ببلد روح أستراليا هي ببلد تاني، صرنا بعدنا كتير يعني ما عدنا، بس حلوة هي نشغل حفلات وما نحكي بالغنية. بشو رفق؟ طب أي حفلات؟ مكسيكو وبديترويت أكتر شيء. هاوزيت السنة يعني ولا؟ نعم نفس السنة؟ بديترويت لا سنين على سنين. يعني على بشيكاغو. بشيكاغو انا جبتها على شيكاغو مشان غنيت معنا في نايت كلاب كثير مرتب. لاحكي لك سالفه صغيره معلش. ايه اكيد. كنا عم نغني بالمكسيك طلعت السبوحه وبلشت هاي الغنيه زي العسل اسمها. المهم طلع عبود بده يبلش راحت من راسه المقدمه برمو تغري وليد تغري نينيتهم سوا انا شو عملت؟ عبيت تغري ايوه وبلشت فيها ودعسوا لما بلشت بهاي الغنية اه يا معلم يا معلم معلم يا معلم وني تشاكر معلم يا معلم هيك هيك غنت لك زعفوا العالم هيك غنت لك ما انبسطت بالعالم يعني كيف بدي اقول لك تخليني فرحان على طول لانه انا شوي كان عندي شويه سادنس حزن مشان عيني وعيني وعلى طول عمليات وهيك نروح حفلات مع بعض وصار مره صار شويه هيك اتفقنا انا وفادي لبنان بمقدمه لغنيه بشيكاغو نعمل بروفا شو هي الغنية؟ يمكن المجوز يرفع ايده المهم انا عم بعطي ريتم لشوية نعطي جو قال لي لا هيدي هيك انا بحبها وكذا من هون لهون قلت له اوكي مثل ما بتريد اجى البريك قعدت انا على كرسي والشباب والموسيقية قعدوا انا رئيس الفرقة بس هو استلم هون بقى لما تعرفوا لي شيك ما تجيب مع حدا او الا اذا عبود موجود جابوا لنا ساندويتشات ودجاج وهيدا من هونيك وكلهم اخذوا هيدا ست صباح هيدا قلت لهم لا انا باكل من وليد اجت كاتشت من ساندويتشتي انستي جاد حبيبتي انستي وحياتك لودا وصبوحه ومرتي اللي بجن فيها هيدي الانسانه تواضع عندها مثل للانسانيه انا هيك بقول لك الصبوحه انا كثير صاحبي انا وفادي عبيد كانت هي عايشه بديترويت وخلقاني بديترويت وبدها في كانت تلفن لعبد الوهاب على بيتها وصاحبي هي وفادي هي والصبوحه قالت لي وليد الشحرورة عم تسال عنك وكثير قلقانه بدها تشوفك لك غرض معها لك راحت من بالي كل شيء رحت لعندها على الاوتيل هيدي بديترويت مش بديترويت قالت لي ما انا مستقرين كنا هونيك يجوا كل الفنانين لان في عرب كثير صفينا هيك مثل عائله وحده قالت لي لك يا وليد وينك انت يا عمي مصرياتك وانا خايفه عليهم قلت لها مصريات شو؟ قالت لي لك معي حفلات وين رحت كلهم اجوا الموسيقيه قبضوا قلت لها بالعكس انا لازم ادفع لك لاغني معك يا الله شو حلو اجيت بستني كان هاي بوستان صار هيدي الصبوحه كثير قضينا معها ذكريات حلوه يعني نشكر الله اني انا شفتها شخصي واشتغلنا سوا وضلني بحب اتذكر هالذكريات